كابتن عامر، بالنسبه لمنتخب مصر سمعنا كتير ان الكابتن حسام حسن طالب تاجيلات استثنائيه ومعسكر اطول لمنتخب مصر، هل بتوفروا له ده؟ هل وافقتوا على ده ولا لا؟ هو حصل اجتماع مع الكابتن حسام وكابتن ابراهيم والجهاز مع النائب احمد دياب في بدايه التكليف بالمهمه، وتم الاتفاق وبلغوني بالاتفاع ان هم اسبوع قبل كل اجنده رسميه. فبالتالي طبقنا نفذنا الكلام دوت في الاجنده بتاعت شهر 3 وحطيناها في الجدول في الاجنده بتاعت شهر 6 قبل المباراتين بتوع بوركينا فاسو وغينيا. ده الامور اللي احنا ماشيين عليها ودي اللي متحددين. خاصة ان مش هينفع قبل كده لان النادي الاهلي عنده المباراتين بتوع النهائي تقريبا 18 و25 فبالتالي لعيبه الاهلي لغايه يوم 25 مش هتقدر تنضم للمنتخب لان عندهم نهائي افريقيا. فالمعاد الطبيعي ان هو هيبقى بعد يوم 25، فاحنا محددين اصلا في التوقف يوم 27. طيب